تقريرنا النهارده مختلف. ابن من ابناء مصر المخلصين، مدرب حراس مرمى ومن ابنائها المهاجرين، بدأ ممارسة كرة القدم، لعب لأكثر من 11 نادي مصري، تعب بجد، تاريخ حافل ومشرف. بدأ حارس مرمى نادي الترسانة 10 سنوات متتالية من 90 ل 2000، لعب للشرقية للدخان، ذهب لصعيد مصر أسمنت أسيوط وساهم في صعود الفريق للدرجة الأولى، ثم الدوري الممتاز موسم 2003-2005، لعب لسموحة اتحاد الشرطة، حصل معهم على المركز الثاني موسم 2006-2007، وبعدها السويس والشمس والرجاء، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. الحب لكرة القدم أراد أن يكمل قصة عشقه لها كمدرب لكي لا يبعد عنها. حصل على السي من الاتحاد الأفريقي، رخصة متخصصة في تدريب حراسة المرمى من نقابة المهن المصرية، دبلوم دولي من الاتحاد الإماراتي وغيرها من الشهادات. درب ناشئين الترسانة وهاجر لتدريب الفريق الأول لنادي البحرين البحريني، الصعود بيهم للدوري الممتاز والإشراف على الفئات العمرية في النادي ونادي البساتين البحريني وحصول على بطولة دوري الناشئين هناك. ومن بعدها يترك البحرين ليذهب للأراضي السعودية، نادي العدالة السعودي بالدوري الممتاز، ثم الفريق الأولمبي لنادي التعاون السعودي والإشراف على براعم النادي، وحصل بطولة البراعم معاهم. تدريب الأسطورة حراسة المرمى الأفريقية والمصرية عصام الحضري بصفة خاصة أثناء فترة تواجده بنادي التعاون، ولا يزال يسطر تاريخا خارج الحدود المصرية لاسم مجدي عابد جاب الله. مسيرة تستحق التقدير، فرصة في الدوري المصري قريب إن شاء الله.